لقيت أربع سيدات حتفهن فيما أصيبت أخرى بجروح بليغة في حادثة سير وقعت مساء أمس على طريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط. الضحايا ينتمين لجمعية رياضية بعين عتيق بتمرة. محمد بن تركة وأحمد بن خديجة. بين صخرات وتميرة بالطريق السيار وقعت الحادثة المأساة. فتيات في عمر الزهور لقين حتفهن بعد أن صدمتهن سيارة في طريق العودة من مراكش، حيث تابعنا لقاء المنتخب الوطني ضد نظيره الإيفواري مساء السبت. وحدة توفات في مكان الحادث، ووحدة توفات في الطريق اللي وصلت لعندنا لهنا للمستشفى وصلت متوفات، وثلاثة كانوا عندنا هنا على قيد الحياة تم لا ميزون كونديسيون ديالهم، العلاجات عطات لهم العلاجات المتوفرة في المستشفى سيدي الحسن، وتم النقل ديالهم المستشفى ابن سينا في الرباط لتلقي باقي العلاج. فإذا به جوج من دوك الثلاثة اللي انتقلوا من عندنا توفوا وبقت وحدة. بمقبرة الشهداء بالرباط يدفن جثمان مونيا، واحدة من الضحايا الخمس التي قضت. تفاصيل الليلة المروعة يرويها الأب المكلوم. هما دابا كانوا جايين من السخيرات، هي دابا بنيتها عندي بغات تدوز تدخل لتمارة باش تحط البنات بجوج، يمكن نقصت من السرعة بركات على الفران الاخر جاي طاير من اللور ويجمعهم كاملين. الفقيدات ينتمين لفريق جمعية التضامن للتنمية الرياضية والثقافية بعين عتيق الممارس بالقسم الوطني الأول لكرة القدم سيدات. صديقاتهن ما زلن تحت هول الصدمة. جاتنا الخبر مع الجوج ديال الليل ما صدقناش يعني هي هضرات معايا في الصباح، وجاني اتصال بالليل قالوا لي البركه في راسك راه صحاباتك ماتوا، يعني ما تيقش. مونيا انسانه متخلقه بزاف، والله يعمرها دار وكتبغي الكبير والصغير ومحبوبه عند كل شيء، لدرجه حنا راه جينا حتى للروضه باش نشوفوها، ما كتبش لنا باش نشوفوها في الدار حيت مشينا عند البنات الاخرين. كان حلما جميلا لسنوات، لطالما رسمنا ملامح مستقبلهن ارتداء قميص المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، إلا أن القدر باغثهن على عجل.